إن شاء الله. إن شاء الله. شباب اليوم بدنا ناخذ شغلتين بسيطات، شغلة بسيطة وشغلة شوي صعبة. احنا بناخذ طبعا الكوبي كونستراكتور اليوم ان شاء الله، وبدنا ناخذ شغله ثانيه اللي هي الاوبريتورز اوفرلودنج. طبعا مش بالتفصيل الممل اللي بتعرفوه، مش كل الاوبريتورز بدنا ناخذهم، بتعرف ان كل معنا ضايل حصه واحده في الكورس، محاضره واحده غير كافيه بصراحه اني اغطي كل هاي الماتيريال. لهيك انا بدي اعمل سيلكشن، اخذ اشياء بسيطه بس من هون ومن هون. انا بتخيل انا بجوز اكثر واحد ماشي في الماده، يعني بجوز الاستاذ نزار والدكتور احمد ما اعتقدش انهم وصلوا بجوز لهون بسبب انه كان دوامهم وجاهي وفي صار كثير مشاكل في الدوام. انتوا لحسن حظكم احنا ما كناش نتاثر كثير في تعليق الدوام بالرغم من كل هيك التحقنا شوي في الكورس. طيب طيب يا شباب، احنا بنعرف انه في اشي اسمه كونستراكتور. الكونستراكتور بتنادى في اللحظه اللي بنخلق فيها اوبجكت. لما نخلق اوبجكت من كلاس بتنفذ الكونستراكتور تبع الكلاس in order to initialize the class attribute. جميل، يعني اذا في عندك انت هون كان كلاس. شباب ركزوا معي شويه على اساس ان نفهم محاضره اليوم مليح. حتى ناخذ مثلا ايش كلاس اسمها برينت نمبر، طالما اسالها هاي كلاس برينت نمبر، شوفوا يا اخوان بس ركزوا شوي. برينت نمبر فيها برايفت ممبر انتجر اي، بابليك تعمل كونستراكتور برينت نمبر بتعطيه انتجر اي، لانه اي معي متشابهات. شو بنستخدم هون؟ this pointer this arrow a attribute، حط فيها الاي. بدي اكتب هون سي اوت inside the constructor of print numbers عشان نعرف حالنا شو بنعمل. بتتبع طبعا شباب هون ممكن نعمل احنا ممكن نعمل void sorry set a integer x. هون فيش داعي نستخدم this pointer، a بتساوي حط فيها x. ممكن نعمل integer get a simply برجع قيمة الاتربيوت a. هذا حكي بتخيل سهل والكل فيكم بيعرفه، صح شباب؟ في حدا عنده مشكلة بهاي الكلاس؟ لا دكتور كله واضح لهون. تمام، طلع كيف انا ممكن اعمل اوبجكت من هاي الكلاس. في المين كيف نعمل اوبجكت؟ مين بحكي لي شو نعمل؟ ترينت نمبرز اوبجكت 1 مثلا بدي اعطيها 10 شباب. تمام، لهون مش هيك نعمل اوبجكت منها؟ صح شباب؟ صحيح. طب بنطبع قيمة الاي شو بنسوي؟ من كله سي اوت object 1.get a لان هي برايفت ممبر، ما تقدرش تعملها اكس عن طريق الاوبجكت. اعمل رن شوف، طبع لي انسايد كونستراكتور اوف برنت ممتاز، وطبع لي يا شباب هون شو قيمه قد ايه؟ العشره. طيب كثير مرات يا اخوان تلزمنا هالشغله، انه شو عمل؟ انا مثلا اوبجكت هاد 1 بدي اشتغل عليه، بدي اغير في قيمه ايه، هسه انا بدي احتفظ في القيمه القديمه، بديش اضيعها. يعني انا بخاف اذا بعمل ست على قيمه A ما اقدرش ارجع لها مره ثانيه. او بدي اعمل ست على قيمه الاتريبيوت الموجوده في A، ست نيم، ست جي بي اي، ست ادرس، ست اغير فيها، ما اقدرش اتذكر القيم القديمه. لهذا السبب احنا بنعمل شيء زي تمب نحتفظ فيه في الاولد اوبجكت، وبعدين بشتغل على اوبجكت 1 بعمل ست بحيث اذا لزمني الاوبجكت القديم استرجعه من تمب. واضحة المسألة؟ يعني بقدر أسوي هيك أنا. طلع كيف؟ بس أعرف، طلع شباب ركزوا معي، بس أعرف هاي print number
بسميه اوبجكت 2 شباب، بتساوي اوبجكت 1. طلعوا شو معناته هذا الحكي. انا عرفت اوبجكت جديد، عرفت اوبجكت جديد ونسخت الانفايرمنت تبعت اوبجكت 1 على اوبجكت 2. لاحظوا هون شباب، بس اخلق الانفايرمنت اوبجكت 2 بنفذش الكونستراكتور تبع اوبجكت 2، لان انا قاعد بعمل كلوننج، يعني بستنسخ الانفايرمنت تبعت اوبجكت 1 على الانفايرمنت تبعت اوبجكت 2. هذا الحكي احنا لاحظناه لما كنا نعمل الفانكشن ارجيومنت عباره عن اوبجكت من كلاس، وبعثنا لها احنا اوبجكت جاهز، فنفذنا الديستراكتور داخل الفانكشن وداخل المين، بس ما نفذناش الكونستراكتور لمين؟ للكرييتد انفايرمنت داخل الفانكشن. اذا كان في عندك فانكشن كان يعني والله اسمه برنت، مره اخذناها لما كنا نتبع الاوتبوت بين الكونستراكتور والديستراكتور، عملنا فانكشن بياخذ اوبجكت من نوع مثلا كلاس ستودنت، ما نفذنا الكونستراكتور. ليه هون بالحاله ما بتنفذ الكونستراكتور؟ هون شباب هون ما بتنفذ الكونستراكتور، بتنفذ شيء اسمه الكوبي كونستراكتور. هون هاي الجمله ات invokes، شان invokes call calls نفس calls، بس في الاوبجكت اورينتد بسميه invoking methods instead of calling functions. it invokes the copy constructor of class print number. بس واحد بيقول طب وين الكوبي كونستراكتور عندك انت في الكلاس برنت نمبر؟ انا مش شايف غير بس برنت نمبر هذا كونستراكتور، مش شايف في عندك غير كونستراكتورز. هل هذا نفسه كونستراكتور؟ هذا عفوا، هل هذا نفسه كونستراكتور؟ لا مش هذا كونستراكتور، هذا كونستراكتور شباب مش الكوبي كونستراكتور. هذا وانت بتنادى في اللحظه اللي بنخلق فيها اوبجكت من الكلاس برنت نمبر. طب هون الكوبي كونستراكتور مو بتنفذ، الديفولت كوبي كونستراكتور انا مش كاتبه لاني امر نشوف ما نفذ الكونستراكتور. لو انه نفذ الكونستراكتور تبع اوبجكت 2 كان طبع لي كمان مره انسايد ذا كونستراكتور اوف، صح ولا لا؟ كم مرتين نفذها؟ كم مره نفذها للاوبجكت هذا اوبجكت 1 ومره نفذها لاوبجكت 2. بس بنلاحظ احنا انه باوبجكت 2 ما نفذ الكونستراكتور، لانه انا اوريدي كان بعمل استنساخ للانفايرمنت ونفذ الكوبي كونستراكتور. هاي الجمله انا شو استفدت منها شباب؟ اذا باجي بحكي له اوبجكت 2.set a، set a بحطها 100 ألف يا سيدي، ألف مش مية كمان، ألف. وباجي بقول له هنا see out كمان مرة، تنسخ خانة شو ضل لك كده see out object A. طلعوا شباب ركزوا معي شو object 1.get A راح يطبع لي نفس القيمة اللي هون 10. ليش؟ إن أنا غيرت object 2 مش object 1، يعني بقدر بالعربي أسترجع القيمة القديمة، شفتوا نفس القيمة شباب، والله مجمعين معي. ولو نفس الاوبجكت 2 عادي مش يعني كيف انت بالضبط شباب، كيف انت تعرفوا تو فاريبلز اكس وواي وتروح انت تقول انا بدي قيمه اكس، بروح بعرف كمان قيمه اسمها واي وبنسخ قيمه اكس في واي وبغير على اكس وبسترجعها من واي. يعني هيك انت اوبجكت 1 قد ما تغير فيه في اوبجكت 2 عادي، لانك انت عملت ست اوبجكت 2 عملت ست اي 1000 ما اثر على اوبجكت 1. ليه شباب؟ لأنهم two different environments. We have two different environments. You can retrieve the old content of A, our object one, from object one. يعني أنت ما في داعي أنك تسترجع أو تخاف أن القيم تبع object two تغيرت. أنت دائما تسترجعها من object one. غير في object two بدك إياه. اعمل set اللي بدك إياه. Object one ما بتطب فيه. هذا الحكي شباب بيشتغل تمام التمام بدون أي مشاكل ولا اي معاناه بشرط بسيط. مين بيقول لي شو هو؟ هو اصلا كيف بيستنسخ شباب؟ هاي اوبجكت وهاي اوبجكت، هذا اسمه، خليني اكتب بالكلام اسهل لي، هذا اسمه شباب، هذا اسمه اوبجكت 1 وهذا شو اسمه؟ اوبجكت 2. هنا في عندي عنصر شباب A وهنا في عندي عنصر A، صح؟ ال A اللي هون قديش فيها؟ 10. وال A اللي هون قديش فيها؟ 1000. فلاحظ الان مخزني in two different locations، فلما انا اجي على ال10 اللي هون هاي اشطب اخزن 1000، انا ما بغير في الاوريجينال اوبجكت مقتنعين فيها؟ بس وانت بتصير في عندي كوارث شباب، دائما وجع الراس اول فصل لليوم، وجع الراس ما اجانا غير عند البوينترز، صح ولا لا؟ الرغم انا والله شخصيا بحب البوينترز، بس انتم اكيد بتحبوهاش. وجع انا بحب وجع الراس في البرمجه، انه بصراحه طلع شو بصير عندنا. لو عندك الاي هاي كانت ستار،
وعملنا هون نيو، شو بصير شباب؟ بيجي انت هون اوبجكت 1 في جواته صفة الـ A pointer 0x10، هون عندك في الميموري عنوانها 0x10 فيها أعداد واعتبار، أو مش أري قيمة واحدة 0x10 وفيها مثلا 10. لما تعمل أوبجكت 2 أنت شو بتعمل؟ تنسخ هاد هون، فتروح بتنسخ الـ A مع البوينتر تبعتها 0x10، ما أنا حديثي صار أوبجكت 1 وأوبجكت 2 الـ A في أوبجكت 2 تأشر على نفس الميموري لوكيشن. هون يا شباب بضطر أعمل overriding لمين؟ للكوبي كونستراكتر، وانا اضطر افتح الكود اللي هو اقول له انسخ لي اياها بالهيب على موقع جديد بدل ما ينسخ نفسها 0x10. فهمتوا شباب اللعبه كيف؟ طلع مثلا، تعالوا هون، طلع لي هون، خليها اي ستار بوينتر، بقدرش اقول له ديسبت ايه بتساوي ايه هون، هاي ستار عشان تفهموها احسن خليها ستار في، عشان احط هون ستار تساوي ستار في، بس بالعربي شباب الايه شو بتساوي؟ الايه بتساوي نيو انت موقع واحد بس، طلع وقلت له ستار ايه بتساوي ستار في، او خليها في عادي مش مشكله، بلاش ستار قيمة. عملت ايه جديده خزنتها وين هون وسي اوت، ما اختلفناش، انتجر ايه ستار ايه بتساوي بوينتر، ورجع ستار ايه قيمه، شفتوا ما اسهلها؟ بس هون وين الكوارث؟ لما تقول له انت اوبجكت تساوي 10 زي هيك بتصير عندك التو objects pointing to the same memory location. لما تستنسخ انت نيو اي بتنسخ انت البوينتر اي، العنوان تبع بوينتر اي من اوبجكت 1 على نفسه بصير باوبجكت 2، يعني بصيروا اثنين يعشروا على نفس القيمه. لما تقول له انت باوبجكت 2 ست اي 1000، هو بيجي على الست اي بحط في ستار اي 1000، ستار اي بيعمل اندايركت اكسس هون بيغير على اللوكيشن اللي اصلا اوبجكت 1 بيأشر عليه، وكأنه صار في عندك overlapping، يعني في شيء مشترك بين التو اوبجكتس. جرب سوي ران شو بتلاحظ شباب؟ انا مالها القيمه مالها تغيرت، مفهومي هاي؟ عارفين ليش تغيرت؟ كمان مره بشرحها ليش تغيرت. تغيرت يا شباب دكتور، مش فاهمه، ما فهمتش ليش تغيرت، حس انك لخبطت. That's fine، ركز معي يا سماح. سماح هون في عنا إشي اسمه Object 1 صح؟ Object 1 مقتنع انه في بوينتر هون؟ دكتور مقتنع. والبوينتر شوف فيه من 0x20 بوينتر صح؟ لما قلت له انت سماح في الميموري هون نيو انت مش راح حجز هون 0x20 وخزن عنوانها في ايه؟ لما قلنا له ستار ايه بتساوي في، اعطينا اول مره في 10، مش هاي دايركت اكسس خزن 10 هون؟ مقتنع فيها لهون يا سماح؟ دكتور هدول تاعون البوينترز الاول ما اخذناهم لانه اندايركت اكسس. طيب خليكي معي شوي، خليكي معي. جينا عملنا برنت نمبر اوبجكت 2 صح؟ بتساوي اوبجكت 1، نسخنا الانفايرمنت تاعت اوبجكت 1 على اوبجكت 2، سمينا شيء اسمه هنا اوبجكت 2 ونسخنا كل الانفايرمنت هاي بما فيها الاي وما تحويه هون. عملنا بالاوبجكت 2 يعني؟ ولا عملنا ايه في اوبجكت 2 ونسخنا القيمة اللي هون 0x20. هلا هلا لما نسخنا الادرس هون صفى اوبجكت 2 الثاني الاي اللي بتأشر على نفس اللوكيشن اللي وين اوبجكت 1 بأشر عليه صح؟ يعني اذا حكينا اوبجكت 2 دوت ست اي بتغير اوبجكت 1، واذا حكينا اوبجكت 1 دوت ست اي بتغير اوبجكت 2، لانهم اثنين بأشر على نفس اللوكيشن 0x20. مقتنع فيها يا سماح؟ دكتور يعني هلا بدون مجامل الله يرضى عليك بدون مجامل يعني هلا بتبع لنا في الاوبجكت 1 الالف ولا خلص هيك انا نيتو مقتنع. استنى شوي ولا ليش تشوف يطلع لك اياها، مش طبعاً اوبجكت 1 جيت ايه غيرنا اوبجكت 2 احنا صح؟ بناخذ هاي نفسها هيك
وبدنا نطبع القيمتين، ها هاي اوبجكت 1 وهاي اوبجكت 2، روح يا. وبديش اطبع شيء هون، دام الغي السي اوت بس الكونستراكتور، تمام. طبعا القيمتين نفس الاشي، الف الف لما عملت سيت في في اوبجكت 2 طلعي نفس القيم، نفس اللوكيشن باشر اثنين. طب الصح شو نعمل يا شباب؟ هات اقول لك شو الصح. عندنا في اوبجكت 1 نرجع كمان مره، نسمعه متغير جديد. ايوه الصح، هنا في عندنا اوبجكت، اوبجكت 1 شو في جواته هذا؟ اي وفي هنا لوكيشن في الميموري 0 اكس، قد يكون 20، حط فيها 0 اكس ايش احنا 20، هاي فيها قيمه 10. الصح شو نعمل يا اخوان؟ نعمل هون كمان واحد اوبجكت 2 وبنعمل فيه ايه، بس مش اشر على 0 اكس 20، دي اشر على 0 اكس 40، ونعمل لوكيشن جديد هون عنوانه 0 اكس 40 ونخزن فيه كمان واحد 10. هيك صفى اوبجكت 2 باشر على لوكيشن غير عن اللوكيشن اللي باشر فيه اوبجكت 1، صح؟ بس واحد بيقول لي هاي الحركه مستحيل اعملها، لاني بس اعمل هاي الحركه هون بتنادي الكوبي كونستراكتور، وانا مش عامل شيء هون بالكوبي كونستراكتور. معناته حتى تقدر تكون بهاي الحركه انت وتفتح الكوبي كونستراكتور تتعامل معه انت ككود، بلزمك شباب تعرف شو السنتكس تبع الكوبي كونستراكتور. السنتكس تبع الكوبي كونستراكتور يا شباب نفس اسم الكلاس، نفس اسم الكلاس، ولكن بياخذ ريفرنس على يعني برنت الياس. يعني كيف بالعربي اقولكم، يعني كيف مثلا كيف بدنا نعمل كوبي هاي هذا كونستراكتور، صح؟ كيف نعمل كوبي كونستراكتور؟ طلع كيف نعمل كوبي كونستراكتور؟ بدنا كله هيك برنت نمبر، افتح قوس برنت نمبر، باخذ يعني اوبجكت بنفس نوع الكلاس الياس temp. طلعوا هون انا بدي اكتب شو عملت انا هيك، هون بدي اكتب له سي اوت انسايد كوبي كونستراكتور باك سلاش ان. طلعوا شباب هون لغيت الديفولت، طلع كيف راح يتنفذ هذا، وين راح يتنفذ هون؟ طلع هون سي اوت بيفور calling copy constructor backslash n هون before، صح؟ بدي يكتب لي هون شباب copy constructor راح يطلع لك، وهون بدي اكتب له after. طلعوا كيف بتنفذ copy constructor، شو طبع لي هون؟ inside constructor before calling inside copy constructor after calling copy، يعني يعني وين بتنفذ الكوبي كونستراكتور؟ لما تستنسخ اوبجكت على اوبجكت. اه لما تعمل كوبي يعني اوبجكت لاوبجكت. شباب وين بتنفذ الكونستراكتور؟ لما اخلق اوبجكت جديد. وين بتنفذ الكوبي كونستراكتور؟ لما انسخ اوبجكت من على اوبجكت في الانفايرمنت. حتى شباب لو عندك كان في فانكشن هون زي ما اخذنا من قبل اذا ذاكرين، فانكشن اسمها void print. هل print بتاخذ مثلا print numbers rr، حتى لو انادي على برنت هون، هون اروح انادي على برنت واعطيها اوبجكت 2 هاي هي اقول له هيك مثلا برنت برنت اوبجكت 2 برضه هم شباب برضه هم بتنفذ الكوبي كون، اخر شيء بتنفذ الكوبي كون استراكتر. شفتوا ليش؟ لان انا كيف بنادي على الفانكشن انا؟ فكل اوبجكت 2 هاي بحط فيها ار ار، يعني يعني برنت ار يعني برنت نمبر ار ار بتساوي اوبجكت 2. هاي كانها شو بدكم، هاي كانها شو هي هاي؟ هاي كانها بقول له هيك، طلع كيف؟ كانها شو بقول له؟ كانها بقول له برنت نمبر ار ار بتساوي اوبجكت 2 اكزاكتلي. يعني بقول له برنت نمبر ار ار بتساوي اوبجكت 2، هاي مش بتنادي الكوبي كونستراكتور نفسها؟ شفت هاي شو للامانه شباب، هاي شو بتفرق عن هاي؟ ولا شيء، نفسها.
طب انا بالكوبي كونستراكتور شو لازم اسوي؟ شو لازم اعمل؟ طبعا هاي البرنت نمبر بتعمل معها الاوبجكت اللي على يمينك من الاساينمنت ستيتمنت، وهي على شمالك بتعمل الاي محل ايه بتساوي نيو انت ايه بتساوي نيو انت دخلك اوبجكت وحط لي في الاي ستار اي بتساوي ستار عفوا كان بكتب بالار ار انا بكتب الكوبي كونستراكتور وين الكوبي كون هاي ستار اي بتساوي ستار تمب دوت اي طب تم دوت اي ستار لها مش قيمتها ستار اي طلع عملت اي محل نيو انت محل جديد نيو لوكيشن في الهيب ونسخت القيمه من اول اوبجكت على الثاني طلع هون شباب لما اقول له هنا جيت اي وجيت هاي راح يعطيني 10000 فصلتنا عن بعض خزنهم ان تو ديفرنت خزنهم ان تو ديفرنت انفايرمنت تو ديفرنت لوكيشنز والله وضحات شفت كيف خزنت ان تو ديفرنت لوكيشنز مفهوم يا شباب دكتور ها هي كوبي كونستراكتور هذا كل ما يتعلق بالكوبي كونستراكتور طيب في كمان شغله بنعرفها شباب الكلاسز واخر شغله هي بتكون بالكورس كيف نتعامل مع الاوبريتورز شباب شو الاوبريتورز يعني بتفتح صفحه جديده بس مش على نفسه ايش الاوبريتورز اللي عندنا احنا مثلا الجمع الطرح الاساينمنت ستيتمنت المساواه الانسرشن الاكستراكشن يعني بالعربي شباب بقدر اقول له اوبجكت 1 زائد اوبجكت 2 او اوبجكت 1 ضرب اوبجكت 2 بقدر استخدم الماثيماتيكال اوبريتورز والريليشنال اوبريتورز والانسرشن والاكستراكشن اوبريتورز بقدر استخدمهم مع الاوبجكت زي ما بستخدمهم مع الارقام يس اذا بتعمل اوفرلودنج احنا اخذنا شباب الاوفر مصطلح الاوفرلودنج شو هو مصطلح الاوفرلودنج لما اكتب انا اكثر من شكل للكونستراكتور وانفذ الكونستراكتور المناسب حسب تطابق البارامترز مع الارجومنتس تبعت الكونستراكتور للكلاس لما اقول لك الزائد بدي اعملها اوفرلودنج شو يعني الزائد بدك تصير تجمع arithmetic numbers وobjects طب واحد بيقول لي انت كيف بدك تجمع student زائد student غريب يعني هسه انت كبروجرامر اللي بتكرر لما اقول student 1 زائد student 2 انت بتقول له مثلا اجمع لي الافريج او الجي بي اي للطالب الاول مع الجي بي اي للطالب الثاني انت ما تقدر تطبق عمليه الجمع على الاسماء الا اذا كان قصدك فيها انك تعمل كونكاتينيشن للاسماء تلزقهم بعض يعني اذا كان قصدك تعمل انت اديشن للجي بي اي فانت ممكن تجمع الجي بي اي مع بعض بس لو كان عندك انت مثلا كلاس اسمها بوينت لما اقول لك انا بدي اعمل بوينت 1 زائد بوينت 2 كيدك تجمع التو اوبجكت مع بعض قصدك تجمع الاكس في اول بوينت مع الاكس في ثاني بوينت والواي من اول بوينت مع الواي في ثاني بوينت لما اقول لك تعمل سي اوت لبوينت شو قصدك فيها اطالع احداثيات البوينت مش بالي كيف تعمل سي اوت لبوينت لازم كله دوت جيت دوت يعني هيك بدك تعمل سي اوت لبوينت هيك انت بتحملها اوفرلودنج ساعتها وبدك تقول لما يعمل سي اوت لبوينت اطبع لي الاحداثيات اكس واي مثلا انت اللي بتقرر كبروجرامر شو يطبع لك لما يعمل سي اوت انت اللي بتكرر كبروجرامر لما تستخدم الاوبريتورز سواء كانت ماثيماتيكال او ريليشنال بايش يطبق عليها الماثيماتيكال اوبريتورز بين اي اتريبيوتس اذا كانت جمع اذا كانت طرح اذا كانت قسمه انت اللي بتكرر اي اتريبيوت يطبق عليها على سبيل المثال خليني اعطيكم مثال عليها هاي سهل كثير شباب مش صعبه انكلود دكتور هاي صح زي اللي اخذناه اول ما بلشنا السي 1 انه نجمع ونطرح يعني بس كنت تجمع وتطرح انت اكس واي هسه ما نجمع ونطرح اوبجكتس اوكي فاهم كيف يا شو اسمك نطرح ونجمع طلع كيف يعني طلع كلاس بوينت طلع البوينت شو فيها البوينت شو فيها مثلا البوينت فيها يا ست العزيزه انتجر اكس واي وهاي بابليك
دام الكونستراكتر انتجر اكس فاصلة انتجر واي، لما اسمي نفسه شو بستخدم؟ this arrow x حط فيها x فاصلة منقوطة، this arrow y حط فيها y. طلع يا شباب بدي اجمع مثلا two points مع بعض، اذا بدك تعمل جمع بين two points بدك تضطر تستخدم الشباب الكيورد اوبريت، بدك تعمل اوفرلودنج الاوبريتر الجمع، لان اضطر نستخدم الكيورد شباب. كيورد كيف الانت، كيف كلمة public، كيف كلمة class، كيف كلمة this، هاي كيورد اوبريتر. وتعملش سبيس، حط زائد. شو معناته هاي؟ بدي اجمع تو اوبجكتس من نوع بوينت. هاي شو بتعني اوبريتر زائد؟ I am intending to add two objects of type point. هاي اوبريتر زائد. كيف بتجمع انت تو اوبجكتس مع بعض؟ تحط بين قوسين تاخذ البارامتر، تاخذ بوينت من نوع بوينت صح؟ بوينت الياس، لازم احط الالياس بي. لما اجمع انا بوينت زائد بوينت شو الناتج يا شباب؟ انتوا فكروا فيها. لما اجمع انتجر مع انتجر مش الناتج انتجر، ودبل مع انتجر مش الناتج دبل. طب بوينت مع بوينت شو الناتج؟ برضه بوينت. لهيك شو برجع الفانكشن هذا بوينت. وعشان نعمل تشين للاوبريشنز حط الياس، برجع بوينت الياس، طلع شو اوبريتر زائد، يعني اوبريتر باخذ بوينت من نوع الياس بي. هسه هون شباب شو بتسوي له؟ كده تجمع التو بوينتس لبعض، كده تجمع التو بوينتس لبعض، بدك تقول له اكس زائد ايكوال بي دوت اكس، واي بلس ايكوال، بدك تجمعهم لبعض من دي بي دوت واي. لما تخلص ريتيرن ستار ذس. شو ذس شبابي؟ ذس عباره عن بوينتر على اوبجكت من كلاس بوينت. ستار ذس كنت الاوبجكت، طلع مسألها. طب نعمل احنا هسه الاساينمنت ستيتمنت، كيف نعمل الاساينمنت ستيتمنت؟ ولا في ابسط من انسخ هاي الاساينمنت ستيتمنت، كيف بيكون شكلها شباب؟ زي يساوي صح، اوبريتر حط يساوي نفسها، بدل ما كله زائد بحط له اساينمنت، بدل ما كله زائد اساينمنت ورجع ذس. هي هي والله، هي بدك تعمل ضرب اهلا وسهلا. ها هاي كنترول في، نعمل الضرب اوبريتر زائد، بدل زائد شو بحط؟ اوعك تعمل سبيس، كلمه واحده الاوبريتر مع اللاي، لازم بدون سبيسز. ضرب بوينت كذا، بدل ما اقول له زائد شو بحط؟ ضرب، بدل ما اقول له زائد بحط ضرب ورجع ستار ذس. فهمتوا شباب المبدا؟ وهم كل دكتور يعني كلهم نفس الاشي، بس انه بنغير نفس الاشي صح؟ اكزاكتلي نفس الاشي. طلع هون كيف بدي اعمل هون؟ بدي اعرف تو بتاعك، بدي اعرف هسه هاي بوينت بي 1، طلع هاي بي 1. البي 1 البي 1 شو لها مثلا؟ 2 و5 فاصله بي 2 4 و6. طلع هون كم اوبريتر بدي اشغل؟ تو اوبريترز. شو هم؟ بدي اشغل الجمع والاساينمنت. كيف؟ طلع شو بدي اقول له هنا؟ بوينت تمب تمام، أربعة وأربعة تمب، حط فيها شو بي 1 زائد بي 2. طلعوا هذا حكي يعني عمره خطر ببالك تصير تجمع اوبجكتس؟ لا والله يا دكتور ما عمرش خطر في بالي. يلا شفتي، بس بوجود الاوبريتر اوفرلودنج تجمع اوبجكت. شو نقول هنا؟ سي اوت. طلعوا شباب خلينا نعمل ستو جيت عليها جيت عشان نشوف القيم. في كلاس بوينت خلينا نعمل هنا انتجر جيت اكس عشان نشوف شو صار. ريتيرن اكس انتجر get y return y. حتى نقول هنا temp c out temp dot get x. وكمان بدنا نعمل هنا temp dot get y.
اوكي هاي انلاين. حتى عملتش فاصلة منقوطة هون صحيح. كمان ران في عندنا مشكلة، خلينا نشوف شو هي. بس الكونستراكتور حاطط سيمي كولون بدل يساوي، وين انا في الكونستراكتور؟ ايوه this x تساوي x. طيب حتى شغلك صح، 6 و11 شباب، 4 زائد 2 اجمع اكس مع اكس، 4 زائد 2 6 و5 و6 11، مركزين مع انتو جمع 100%، مركزين. ثاني شو قصيت؟ حتى نجرب ضرب، نعمل ران. مزبوط، 2 في 4 8 و6 ب 5 ب 30. كيف بالله امر خطر ببالك هذا الحكي تقدر تعمله في السي؟ شفت مثلا اوبريتر اوفر لودينج؟ هسه شباب اذا كنتوا تتعاملوا مع الانسيرشن اكستراكشن اوبريتر بصراحه بلزمنا لازم نستخدم الفريند فانكشنز. لهذا السبب احنا بنتعامل مع الفريند فانكشن بصراحه، عشان نقدر نتعامل مع الاوبريترز اللي هم الانسيرشن والاكستراكشن. ات سي اوت، شو يعني انسيرشن اكستراكشن؟ تعال سي اوت، يعني هون تكتب له فريند، شو بدي يرجعه منه؟ بوينت الياس لا متاسف، بدي ارجع. اذا بتعمل سي اوت، اذا بتعمل سي اوت شباب بدي ارجع او ستريم، يعني اوتبوت ستريم الياس اوبريتر. كذا ما نحن سي اوت هيك صح؟ مش نعمل هيك احنا بالسي اوت او ستريم. شو بتاخذ هاي الاوبريتر؟ شو بتاخذ؟ بتاخذ اوبجكت الياس من نوع بوينت او ستريم الياس، وبتاخذ كمان بوينت الياس. طلعوا اذا بتعمل يقرا سي ان، عارفش بيسوي انا؟ بتعمل سي ان للسي ان لاوبجكت، بتعمل فريند بدل اي في ستريم انبوت ستريم، انبوت ستريم اوبريتر بعكسها. كيف نعمل سي ان احنا هيك صح؟ تاخذ انبوت ستريم وبوينت الياس. هذول فريند فانكشن، دائما السي ان والسي اوت تعملهم بفريند عشان تو اوبريترز او تو ارجيومنتس عفوا. كيف نسوين هذول الفريند برا الكلاس؟ اقول له اوست اوبوت ستريم الياس اوبريتر. هاي الاوبوت ستريم شو بعطيها؟ اوست ستريم الياس او تحط اي اوبجكت وبوينت بي. ده طاقه الشاشه بقول له اوت بالطريقه هاي، كان بقول له سي اوت، يعني اوت بالطريقه هاي. شو بنطبع؟ بي دوت اكس. طلع بقدر اسويه هيك كمان بين دبل كوتيشنز، انا حر كيف يكون الفورمات تبع الاوتبوت تبعي. هاي نقطه عفوا، هاي اقواس زي هيك، واحط اكس واحط كمان فاصله سبيس، واحط كمان الاوت، اسف قصدي البي دوت واي، وسكر القوس واند لاين. شفتوا كيف بالله؟ وريتيرن اوت بعد ما حطيت فيها كل هاي الشغلات. بدك تعمل السي ان، بدك تعمل اوبجكت تعمل سي ان، طلع كيف نسويها هاي. نفسها هاي فريند فانكشن، بدل اوتبوت ستريم انبوت ستريم اوبريتر. كيف نعمل سي ان احنا؟ الطريقه هاي، انبوت ستريم ان مثلا
بوينت بي، بس نحط دائما نحط الياس، هذا دائما اوبريتر نحطه هنا الياس هنا التشين، مش حاط هون الياس هنا، اتس اوكي الياس بي تمام التمام. طيب هون بقدر اقول له شباب كالاتي، سي اوت بليز انتر دي اكس اند واي، ونعمل سي ان اسف مش سي ان قصدي اللي هي الان شو بدنا نقرا شباب، تي بي اف ان بي انا سميته ولا بي اس بي دوت اكس بي دوت واي، لما نخلص شو بنقول له ريتيرن ايش ان، وهيك عملنا شباب السي ان والسي اوت. كيف يعني سي ان والسي اوت؟ مش عندك هون في اوبجكت كله هيك سيدي سي ان بي 1 CN P2 temp بتساوي P1 زائد P2 C out temp. الله أكبر، طلعوا زي كأنك تعمل مع variable CNX و CNY CNB1 CNB2 temp بتساوي P1 زائد P2 C out temp. طلعوا وين وصلنا في البرمجة؟ وكنا نتعامل مع الاوبجكت كانها عباره عن بريمتيف تايبس. خلينا نجرب نعمل ران. شفت عملت سي ان هيك بيشتغل على السي ان كمان ولا ما عملتها هون؟ مش عملتها هون سي اوت هون عملتها اوبريتر عين شو يعني استخدمها؟ كيف؟ ستارز والجيتار شو يعني رجعنا نستخدمها يعني؟ بالضبط، لا بدك الجيتار والستار يعني الاوبجكت انت بس تعمل معه كانه بالاوبريتر زي كانه فاريبل سي ان وسي اوت تعمل له انتر اكس واي هاي 4 و 6 للاوبجكت الثاني شباب 5 و 8 جمعها لبعضه جمع الخمسة زائد 4 9 و 6 زائد 8 14 شايفينها كيف شايفين المادة شباب صعبة ولا سهلة دكتور والله حضرت الشرح تطلع اوتبوت حضرتكم في عقلي يعني قلت اختبر حالي مش سامع بحكي لك دكتور حضرت شو طلعوا اوتبوت يعني قلت اختبر حالي حضرتهم في عقلي قلت اذا بيطلع عن زيهم يعني بكون فاهمة شو طلع معك نفس الاوتبوت اللي طلعوا 38 بس ضروري تطبقي لحالك هذا المثال ضروري جدا تطبقي لحالك بدي احط لكم هذا الكود على المجموعه My operator is overloading. طبقوا يا جماعة طبقوا طنب عليكم تطبقوا هذا الشغل. في حد عنده أي سؤال؟ شباب تنسوش الأسايمنت حطيت لكم على المود الأسايمنت شفتوها؟ لا دكتور لسه ما شفناها. حطيت لكم على المود الأسايمنت خفيفة. بدي أشرح لكم إياها صحيح. في كمان شو اسمه في assignment كأنه محطوط من شهر واحد بيفتح بشهر سبعة بالغلط انسي تلتزمي بالassignment هاي
consider a system that has two entities. شو هم من entities أن student core. The student has the following properties. Student name, number, SSN, GPA. Course ELO, course name, course number, credit hour, set of a student who are currently registering. يعني هي composition in the course. Implement above to take into account the following. ترى شو بتسوي؟ بتعمل class course و class student. In course, the number of students that are registering this course is decided at the time when it's initiating the course object. يعني كل course بيكون فيه array of students. وعدد الطلاب اللي مسجلين الكورس بيتحدد at runtime. شفنا كيف اخذناها لما نعمل احنا مثلا ديبارتمنت فيها امبلويز. نفس الفكره. Assume that the student 1 and the student 2 has two objects of type student. Write a code that enables you to write if a student 1 is equal to student 2, where a student 1 and 2, sorry, where a student 1 and student 2, بس مش 12 هي 2 قصدي فيها, are student objects. The statement is true if the two objects have the same GPA and credit hours. سهل يا شباب, get the student by name. بدك تدخل انت هون الكلاس, تدخل اسم الطالب وبرجع لك list of all students who share the same name. يعني مثلا دخلنا اسيل, برجع لك كل الطالبات اسمهم اسيل. Right, I get the student by GPA. لا, بدك تدخل GPA, رجع لي كل الطلاب اللي بيشتركوا في GPA, نفس علامة GPA. بس هيك يا شباب. بنعمل two classes, student, course. وبنعمل داخل الكورس او داخل student array of course. اسف. داخل الكورس عفوا, array of students. بدنا نطبق فيها methods ثانية, get the student. Name, get a student by GPA, etc. بدنا نشوف هاي القصص. هذا بتسلموني اياه بعد بكره بتخيل, صح؟ وانت الديدلاين مش عارف. 27 اليوم. ليش عملوا هذا؟ ليش مخربط حالي في انا هذيك؟ 29 هسه بعدله, هسه بظبطه, هسه بظبطه. دكتور, طيب امبارح قلنا في اخر المحاضره انه نحل اشي على الامبلمنتيشن. هاي هذا هو assignment. هذا هو بتحلي هذا سماح. تبعتوا لي اياه بس ملف تكست او ملف سي بي بي. ما تبعتوا ليش ملف مضغوط, مش راح استقبل الموديل. ما تحشروش حالكم لللاست مينت, بصير كل طفت الكهرباء وراحت الكهرباء, مش راح تطلع على عضو. الدكتور قلت لنا ايش على البوليمورفيزم, انه نعمل في السيركل وفي ال صحيح. نبعث لك اياه. لا اخذ لك, بس اذا ما عرفتش تحليه تمام ابعثي لي اياه, شوف حلك صح ولا غلط, او حطيه على المجموعه حلك. طب واذا غلط؟ مش مشكله, شو انت بدك يعني, شو هذا غلط بنصلحه. ماشي, يعطيكم العافية وبتمنى لكم التوفيق. يعطيك العافية دكتور. الله معكم.